زيتون اسود تفاحي، الكميه اللي عندك. معايا كوبايه ملح خشن اللي هو الملح الرشيدي، ماشي. معايا كمان خل، ومعايا عصير ليمون، وهيبقى معايا زيت. دي كده المقادير بتاعه مخلل الزيتون الاسود التفاحي، تمام كده. اهو قدامكم اهو، هيبقى عندي في الاول مرحله النقع اللي هي الزيتون الاسود وعليه الملح الخشن ومتر الشاش اللي هغطي بيه الزيتون زي ما هوريكم دلوقتي. وبعد كده مرحله التخليل هيبقى ايه مقاديرها. مرحله التخليل معايا لتر ميه اللي هو الميه الدافيه، وكوبايه عصير ليمون، ونص كوبايه خل، وست معالق كبار ملح، مع لتر الميه اللي هم دول محلول التخليل اللي انا قلت لكم عليهم اللي يعتبروا حطيناهم في الحله، وطبعا شويه زيت. ايه اول مرحله معايا؟ بجيب الزيتون اغسله كويس قوي، وبعدين احطه في مصفه المكرونه، ماشي، تحتيها اهي حله، واحط عليه كوبايه الملح الرشيدي الخشن، واغطيه بشاشه واحط تقل عليه واسيبه حوالي 4 ايام. دي اول مرحله معايا. بعد كده هعمل ايه؟ اروح واخداه من الملح شطفاه بميه دافيه، مش ميه من الحنفيه، ميه دافيه. زي ما هعمل كده تعالوا نشوف، يعني ده كده الزيتون اللي عندي ده، شوفوا دبل ازاي وكرمش ازاي. ده كده بقاله 4 ايام في الملح الرشيدي، هاخده في ميه دافيه اهو، ما بيتنقعش. الزيتون الاسود ما بيتنقعش، مجرد ان هو بيتحط بس النقع بتاعه اللي هو المحلول اللي هو الملح الخشن. طيب لو انا ما عنديش ملح خشن اقدر اعمله بالملح العادي؟ اقدر اعمله بالملح العادي، مفيش اي مشاكل خالص، بس هنزود الكميه. يعني هنا انا كاتبه كوبايه على ال 2 كيلو الزيتون كوبايه من الملح الخشن. لو هعمله بالملح بتاع المطبخ العادي هيبقى كوبايتين، هنزود الكميه. ده كده دي كده ميه دافيه بشطفه فيها. قبل ما اشطفه تعالوا ننقع الزيتون اللي لسه جايبينه، اتغسل كويس قوي، وادي عندي الملح الرشيدي او الملح الخشن، اروح واخداه عليه يا جماعه كده. دي اول مرحله معايا، واغطيه بالملح. مين معانا؟ يا مريم. اهلا اهلا حبيبتي، ازاي؟ الله يخليك. بص الفاتوره المره دي عليك برضو؟ مش انا هعمل كل مره تغرميني كده. انا اول مره اقولها لك، مدام شوفها لي على طول بتعرف. انا من ساعه مدام سهام على التليفون. لا والله. والله طبعا عشان بس تسمعي الوصفات بتركيز كده وتعرفيها كويس. لا وعشان كمان مدام سهام سنتين تاني، وهي امبارح عامله فيا حركه يا لولا، مش قاعده اقول لك. لا والله دي كانت عايزه تحضر عن طريق ايه؟ عن المديريه، مش كمان مش يا نهار ابيض. قولي لها ليه بقى، قولي لها بقى كنت عايزه تعملي لها احضر لي بقى. ماشي هنشوف الموضوع ده. بيتسلط عليا اصحابنا وتقول لهم هنعمل ده واحضر لي مريم، شفتي بقى. ربنا يخليكوا كلكم ليا، يخليكوا لبعض يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ تعيشي يا حبيبتي، الحمد لله تمام، ربنا يخليكي. الله يخليكي تعيشي يا مريم، ويا رب كده دايما اسمع صوتك بالخير يا حبيبتي يا رب على طول. اشكرك حبيبه قلبي. بصوا يا جماعه، ده كده الزيتون عليه الملح، ده كده انا لسه بقى ايه شارياه، غسلته بس وحطيته في مصفه المكرونه ودفنته بالملح، واروح حاطه كده شاشه عليه عشان ما يجيلوش اي تراب ولا اي طير ممكن يقف عليه، واي تقل عندك بقى ايا كان، حله ماشي، طاجن ماشي. انا في البيت كنت حاطه طاجن، والله كنت ماليه طاجن ميه وحطاه كده تقل كده عليه. هيقعد كده قد ايه؟ هيقعد كده 4 ايام. بعد ال4 ايام هروح واخداه في ميه دافيه. اول ما احطه في الميه الدافيه ابص الاقيه يبتدي ينفش تاني، بعد ما كان دبل من الملح والملح كال فيه وكرمش، لا ابص الاقيه بقى عامل لي زي التفاح كده. بص والله اكبر عليه، شايفين مجرد ما اتحط في الميه الدافيه نفش تاني خالص ازاي؟ كل اللي بعمله في الميه الدافيه اني بشطفه من الملح اللي كان فيه. الله اكبر، بصوا لونه، لونه حلو والله تاني، مع ان من شويه يا ريتني خليت كام واحده كنا شفنا الفرق، كان دبلان خالص والقشره بتاعته ابتدت تكرمش. ينزل في الميه الدافيه ينفش على طول. نجيب برطمان ونشوف هنعمل ايه. يا استاذه ناديه. يا استاذه الاساتذه. حبيبه قلبي ازيك؟ يا حلاوتك يا جمالك، خليكي للشفاف. ايه كان مالي بس ومالك في حبك، اعمل ايه؟ ايه ده طلع صوتك حلو. ايه رايك؟ صوتك حلو يا مدام ناديه.
هل دول ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ربنا يخليكي، دي حلاوتك انت. اللهم صل على النبي، ربنا يحرسك ويزيدك من نعيم يا شيف هالة يا رب. تعيشي، ربنا يخليك ويزود حبايبك كمان وكمان. الله يكرمك. انا مش من اول المداخله اقول انا برضو زي الجماعه اللي قبلي برضو، بس مش مهم اقعد على التليفون للصبح. تعيش. المهم اسمع صوت حبيبتك في ودني كده. ربنا يخليكي بجد والله. إيه كلك ذوق يا حبيبتي، الحمد لله. انت كلك ذوق وادب وجمال وشطاره وايه ده. ربنا يخليك. شويه طبعا يعني انت عارفه الشهاده بتاعتي ليكي يعني. ماشي، ربنا يخليك. تسلمي تسلمي والله العظيم يا شيف هاله. تعيشي والله، شويه يعني مخللات يستاهلوا بقى. مجهود يعني فوق الخيال والله. مع والله والله انا تحت امركم يا مدام نادية. تعيشي. ودايما يديك الصحه كده وتقفي كده وتنوري مكانك. ربنا يخليك. وما نتحرمش منك ولا تغيبي ابدا عن الدنيا يا شيخه. يا رب يخليك يا حبيبتي. اشكرك والله، يخليك لجمهورك الكبير اللي هو كله محترم. والله انا سعيده جدا والله لما بسمع الناس اللي بتكلمك يا شيخه. ربنا يخليك بجد يعني. وعلمتيني بقى الشعر بقى اعمل ايه؟ هقول لك شعر بقى كل يوم. ماشي، وانا هستنى الشعر وهستنى صوتك الحلو ده كل يوم. الله يخلي. بصي الهلول، انا قلت انت هتعملي ميكس بين الحمراء والخضراء، بس انت بقى ايه، ما مش عارفه، ما جاتش الفكره دي. لا لا، ما مش قصدك على الهريسه؟ اه. هتبقي ضيعتي طعم ده وضيعتي طعم ده. يعني والله اه والله الاخضر ليه طعم وريحه. بس جمال يفتحوا النفس يتحطوا على اي حاجه. الف هنا وشيفه، يلا مدي ايدك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. ما يغلوش عنك ابدا. مدي ايدي عشان اخدك في الحضن بس. يا رب يخليك يا مدام. ربنا يكتبالي واشوفك يا شيفه يا رب. يا رب يا حبيبتي باذن الله. وسلامي للاستاذ سباعي والخدام وكل الكاست اللي عندك. تعيش يا مدام نادي، اشكرك يا حبيبه قلبي، اشكرك. الزيتون عرفنا المراحل بتاعته، اتغسل وتحط في مصفة المكرونة، وحطينا عليه ملح رشيدي كتير. الاتنين كيلو الزيتون هياخدوا كوباية ملح رشيدي أو كوبايتين من ملح المطبخ العادي، وبحط عليه شاشة وحط عليه تقل واسيبه 4 أيام لغاية ما يدبل معايا خالص. بعد كده بروح واخداه من الملح شطفاه بمية دافية، مش مية من الحنفية ولا سخنة، مية دافية. أحط فيها أصبعي كده ألاقي أصبعي طايق درجة حرارتها، شطفة سريعة. وبعدين بروح حطاه في البرطمان كده، وهجيب عليه كوباية عصير ليمون، ماشي، عليها كوباية خل على بعض كده، دول في الأول خالص أول حاجة. وبعد كده هاخد البرطمان بتاعي جنب المية اللي هي بتاعت محلول التخليل، وتلات تربع البرطمان بس، يعني لغاية هنا كده هيبقى محلول التخليل، والباقي ده كله زيت. ويا سلام يا سلام لو عندك زيت زيتون، هيديله طعم وهيديله قيمه غذائيه عاليه جدا. ما عنديش زيت زيتون، هيبقى زي حالاتي كده، هستعمل الزيت العادي دلوقتي. يلا بينا جنب محلول التخليل اهو، مش هنوصل للاخر. احنا عايزين تلت فوق فاضي او شويه كده فاضيين فوق اللي هنكمل بيهم الزيت. واتفقنا محلول التخليل ده اللي هو لتر مية غليناها وبردت خالص، بحط عليها 6 معالق كبار ملح. شوفوا كده هنوصل لمرحلة معينة عشان الباقي نكمله معانا زيت. يا هند يا هند، هند مش سامعاني. يا أستاذة كاميليا. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. اهلا، ازيك حبيبتي، شرفتينا النهارده. انا مشتاقالك من اول ما كنت في البرنامج الثاني. اهلا بيكي. ايه اللي خلاكي سبتيه وقعدتي هنا بس؟ قوليلي ليه. صدى البلد حبيبتنا. طب ما انا عارفه دي، انا بحبها. طيب تمام، قوليلي بقى ايه اللي مزعلك؟ بعدتي عني قوي. ده بالريموت. بعدت ازاي بس؟ قوليلي. ده بالريموت. اه. بالريموت يا حبيبتي كده، شاوريلي كده وانا اجيلك لغايه عندك. الله يخليكي، شكرا. تعيش يا هلا. تعيش يا حبيبتي، شرفتيني النهارده والله يا حبيبه قلبي. ده كده الزيتون الاسود جنب الليمون